في دراما حاليا صايرة بعالم البي تي اس، لان الفانز تعون البي تي اس، لانه واحد من الفرقة اللي هو تاي نزل صور، وبين هاي الصور منزل صورة لبطاطة ماكدونالدز. كتير ناس اتضايقوا من هذا الموضوع، بس بنفس الوقت كمان في ناس ما اتضايقوا، بالعكس، يعني انه لا انا رح اضلني ادعمه حتى لو هو قاعد بيدعم ماكدونالدز، حتى لو هو مش فارقة معه المقاطعة، انا بضلني فان لإله. عرفتوا هدول الفانز اللي انا بعطيك عمري وبعطيك حياتي، والمغني بيكون ما بيعرف عنهم اي اشي، هيك مين انت؟ انا بعطيك عمري وبعطيك حياتي، انت مين؟ بس ممكن اعرف مين؟ ليش بدك تعطيني عمرك وحياتي؟ انا بعطيك حياتي، شو ما عملت حتى لو قتلت امي. في فانز زي هيك للبي تي اس، وفي فانز زي هيك، يعني مو بس البي تي اس، لأغلب الناس، يعني لأغلب المغنيين، ممثلين، في كتير هيك، في كتير من هدول الفانز اللي هم مهووسين على الآخر بالشخص يلي قاعد بقدم يا أما تمثيل يا أما أغنية، بنهوسوا فيه، خلص بتصير حياتهم عبارة عن الهوس لهذا الشخص. أنا بحبك كتير، ما بقدر أتخلى عنك حتى لو شو بسويت، حتى لو قاعد بتعمل أشياء غلط. هاي هي الصورة يلي منزلها، وطبعاً اللي منزل هذا الفيديو فرحان إنه يا الله الياس، طلعوا بدعمونا، طلع بدعمنا. نادر حدا بالعالم تلاقيهم بدعم يعني هاي الدولة، انتو عارفينها، فعشان هيك بس حدا يدعمهم هيك ما بيصدقوا، بينزلوا بكل مكان حدا عم يدعمنا، على فكرة في حدا عم يدعمنا. هو ما بيكون بيدعمهم، هو بس منزلها بالغلط يمكن، بس خلص هم ما بيصدقوا اي حدا، مشان الله في حدا عم يدعمنا، ممكن تدعمنا. طيب، طب حتى لو نزلت صورة بطاطة ماكدونالدز هيك انت يعني عم تدعمنا. اللي ما عارف شو القصة، ماكدونالدز بتدعمهم لانه وقت الحرب بدايتها وزعوا وجبات ببلاش، فعشان هيك الناس خلاص قاطعوهم، بطلوا بدهم يشتروا من ماكدونالدز. ماكدونالدز طلعت وحكت انه لا، احنا ما عم ناخد اي جهة، احنا مش واقفين مع حدا، وهذا اللي سووه مثلا ماكدونالدز اللي هناك موجود احنا ما دخلنا فيه، احنا مو مسؤولين عن شو بيعملوا هناك، لانه كل حدا وبشتري زي الاسم تاع المطعم، وهناك خلاص بيفتحوا الفرع وبيقدر يعمل اللي بده اياه. بس لو هم جد اتضايقوا من هاي الشغلة ماكدونالدز، وجد مش واقفين مع الأشياء اللي قاعدة بتعملها هاي الدولة، ما رح يخلوا الفرع هذا مفتوح بكل سهولة، بيقدروا يحكوا لهم مثلا انه احنا ما بدنا انتوا تضلكم فاتحين هذا الفرع، خلاص سكروه، لانكم انتوا عم بتدخلوا أشياء سياسية بماكدونالدز، واحنا ما بدنا هذا الشيء. بيقدروا هيك يعملوا، بس ما عملوا هذا الشيء. المهم انه الفانز من اسمين لاسمين، في فانز اللي هم حكوا لا احنا مش واقفين مع هذا الشيء ابدا، وفي فانز اللي هم حكوا لا احنا واقفين معك لو شو ما عملت، لو شو ما سويت. هدول الفانز المهووسين، احنا لو انت شو ما سويت بنضلنا واقفين جنبك، ما في اشي رح يوقف حبي لك يا كيم تاي، بي تي اس ارمي للابد. والصوره اللي حطيتها اللي هو صوره البروفايل بيكتشر تاع الحساب، اللي هي البطاطا تاعت ماكدونالدز، لانه كتير ناس اتضايقوا من هذا الشيء، فانه هي زي انه انا لو شو ما صار، حتى لو هو عمل اشي غلط، انا حاطه هياتني الصوره وبفتخر بهذا الشيء. المغني نفسه هو مسح هاي الصوره لانه استوعب انه ما بصير هيك انا اسوي، المفروض هو من زمان يعني عارف ومستوعب، لانه هو مش شخص اهبل، واعي كبير وفاهم بهاي القصص 100%، فليش ينزل هيك إشي؟ في ناس حكوا انه هاي الصورة مصورها من 2022 وهلأ نزلها. طيب يعني اوكي، اذا هو مصور هاي الصور من 2022 وخلينا نحكي انه هو مقاطع هلأ، طيب ليش هلأ ينزل هاي الصورة؟ يعني هون الغلط، مش انه لو هو اشترى ب 2022، الغلط انه نزل هاي الصورة هلأ حاليا، حتى لو هي هاي الصورة هيك عشوائيات. يا اخي انت عندك ملايين تقدر تأثر، بتأثر بكتير ناس، بتأثر بهدول المهووسين، انتوا عارفين هدول المهووسين لما يشوفوا مثلا المغني تاعهم اللي كتير بيحبهم أكل من هذا المكان، خلص حتى لو هم كانوا مقاطعين بيلغوا المقاطعة وبيروحوا بيطلبوا من هذا المكان. في فيديو لفان قاعدة بتشرح عن هذا الموضوع، خلينا نسوي ردة فعل عليه مع بعض. والله العظيم أنا شفت الهيت والمشاكل والكومنتس كومينج أول ما البوست ده نزل، لأن أنا كنت صحية لما نزل البوست. نبدأ بشرح بسيط. تايونج على الانستغرام بتاعه نزل صور كتير جدا، من ضمنهم الصورة دي، يعني مش الصورة دي لوحدها بعينها، يعني هو كان بينزل صور قديمة من لما عمل الفوتوشوب بتاع فوتوبوك تايب 1، ففوستيها الصورة دي. وطبعا الهيترز ما صدقوا ان هم عملوا عليه حوارات، ان هو بقى ايه ده كده داعم
وكلام مش هقوله. طب لو هو جد مش داعم ليش نزل هاي الصورة هلأ؟ حتى لو قديمة ليش نزلها هلأ؟ ليش ينزل صورة لبطاطة ماكدونالدز؟ يعني بتقدر انت كنت تلغيها، ليش نزلتها هلأ؟ أكيد بده يعمل إثارة جدل، يعني مستحيل منزل هاي الصورة بدون سبب، هيك بدون قصد. أو ماي جاد ما كنت بعرف إنه ماكدونالدز هيك بيعمل، يعني أكيد في سبب من وراء هاي الشغلة وعشان هيك نزل هاي الصورة. وأنا الصراحة مش من الكارهين، أنا عم بحكي لكم من هلأ اللي قاعد بيحضر الفيديو، أقسم بالله أني أنا مش من الكارهين لا البي تي اس ولا أي إشي، عادي ما عندي أي مشكلة. اسمع اللي أنت بتحبه يا أخي، بدك تسمع فيروز اسمع فيروز، بدك تسمع بي تي اس اسمع بي تي اس، أنا ما عندي مشكلة. بس أنا قاعد بحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا الإنسان عنده كتير متابعين وعمل هاي الحركة، وفانز كتير قاعدين بيطلعوا بيحكوا أنه هو ما كان قصده. كيف ما كان قصده؟ في من وراء هاي الشغلة سبب، شوفوا، يا أما هو غبي مع أنه هاي نسبتها جدا بسيطة يعني يمكن 2%، يا أما هو عامل هذا الإشي عشان إثارة الجدل. اوكي بده يعمل اثارة جدل، بده يطلع الاكاونت تاعه الناس يصيروا يحكوا عن هذا الموضوع، يا اما ثالث شغلة يلي هو انه هو جد بيدعمهم، بيدعم هدلاك، فاهمين كيف؟ واحدة من هدول الثلاثة. بس انا الصراحة يعني مايل اكثر للي هي الثانية، اللي هو انه بده يعمل بس اثارة جدل، بيعرف انه بس يسوي هيك كتير ناس رح تطلع تحكي عن الموضوع وتنتقد هذا الشيء. بصوا يا جماعة، الصورة دي قديمة، فدي حاجة بس لازم نحطها في دماغنا، لان في ناس كتير شفت بوست بتقول ان هو لسه شاري ده جديد هيشتري فين وهو في الجيش يا اختي والنبي. بس هو الصورة دي قديمة، ان هو نزلها غلط، بس الصورة دي قديمة، يعني هو ما راحش اشتراها دلوقتي ونزلها، لا الصور دي كلها هو منزل صور قديمة، واللي عارف تي وعارف هو بينزل على انستجرام بتاعه ازاي بينزل صور بجد، لما بيكون عايز ينزل مثلا صور من وقت معين بينزل كل الصور اللي في الوقت ده، اكل، مناظر طبيعية، صور هو وصحابه كده. فيعني الصور دي متصورة مثلا من قبل الحوارات اللي بتحصل وقبل المقاطعة من 2022 و2023 في اولها، فهو مصور الصورة دي قديمة عشان بس الناس اللي راح تقولي ان هو بيشتري هيشتري فين وفي الجيش. ها طيب قديمة الصورة، ما انا معاكي، بس هو هلأ نزلها، هلأ منزل الصورة، وهو انت حكيتي كمان انه أرش اللي عمله هلأ انه نزلها هذا غلط. اوكي خلاص انتهى الموضوع، هيك المفروض ينتهي، اللي عمله غلط بس انتهى الحوار كله، النقاش ما المفروض يزيد. بس لا، الفانز لازم يلفوا ويدوروا، هدول المهووسين اللي بيحبوه كتير لازم يلفوا ويدوروا ويطلعوه انه هو ما قصده وهو بريء. انا مش بقول انه ما غلطش، هو غلط ان هو نزل صورة زي دي، يعني هو ما حبكش والله العظيم. بس انا عايزة اوريكو حاجة، ان بي تي اس بيدعموا القضية من زمان جدا ومن قبل الحرب الاخيرة، عشان بس الناس ما تفتكرش ان هو عشان نزل الصورة دي يبقى هو كده بيبين ان هو بيدعم الكيان، لا هو من زمان جدا وهو بيدعم القضية، هو وكل بقية الاعضاء. ودي شوية امثلة بسيطة جدا للحاجات اللي هم نزلوها على مر السنين، في حاجات بجد يا جماعة قديمة وفي حاجات جديدة، منهم الصورة دي على فكرة اهو، يعني على اكاونت تيونج الصورة دي اهو، وكان متصور معاها كمان اهو، تيونج اهو متصور جنبها يعني. فانا كل اللي جاي اوصله ان هو لا، هو مش داعم للكيان. تمام، هو مش داعم للكيان، اذا هيك عندنا الخيارين اللي حكيتهم، يا اما هو غبي يا اما عم يعمل هيك عشان اثارة الجدل، واحدة من هدول بدكم تختاروا، واحدة منهم لازم يعني نختار واحدة ونتفق عليها، لانه هو ما بيدعم. طبعا هذا اشي منيح، يعني لو كان قاعد بيعمل الخيارات هدول الاثنين انه يا اما هو غبي يا اما قاعد بيعمل هيك عشان اثارة الجدل، بضل هدول احسن بكتير من انه هو يدعم. فخلص لازم نتفق انه هو عامل هاي الشغلة بس عشان اثارة الجدل. هو داعم للقضية من زمان جدا، انا جاي اقول انه هو فعلا غلطان انه نزل الصورة دي، يعني دي مفيهاش كلام، ما حبكش يا عبقري ما حبكش. بس يا ريت الهيترز بس يخلوهم في حالهم، دي حاجه ليها علاقه بينا احنا كبيننا وبينه، دي مش حاجه احنا، دي مش اوبن انفيتيشن انتوا تيجوا تزيتوا خالص. يا اخي فانس البي تي اس والله العظيم غريبين، شو هي اللي علاقه بيننا وبينه؟ دي حاجه ليها علاقه بينا احنا كبيننا وبينه. ما هو منزل هاي الصورة للكل، لكل الناس، فأي حدا بيقدر ينتقد. يا أخي أنتوا اللي مسخرين حياتكم كلها لإله ولا لأي مغني تاني، ما بيعرفكم هذا المغني ولا عارف أي إشي عنكم، ما بيهتم لو أي إشي صار بحياتك، هو مش مهتم، فأنت ليه هيك كتير بتسخر له كل إشي؟ الموضوع هذا على فكرة بيننا وبينه، فما حدا يتدخل. دي حاجة ليها علاقة بينا احنا كبيننا وبينه. بس شوفوا على الأقل هاي الفان اعترفت يعني وحكت إنه
هو غلطان. في فانز تانيين اللي هم المهووسين على الآخر على الآخر على الآخر اللي هم بيحاولوا يطلعوه صح بأي طريقة، يعني حتى لو هو غلط خلاص 100% طلع حكى مثلا بالستوري أنا غلطان وأنا غلط، لا أنت صح غصب عنك بدك تكون صح. كيف أنت غلطان؟ لا ما في، ما في من هذا الكلام، الناس كلها غلط وأنت بتضل صح. أحبك كتير مشان الله، أمانة يا أمانة أعطيني اهتمام. انت مين بس؟ انا ليش اعطيك اهتمام؟ انا فان لك من زمان، فان لك، عم بدافع عنك حتى بس تغلط، بليز اعطيني اهتمام. ما رح يعطيك اهتمام، هو اصلا ماك ما بقاش مقاطعة، شوفوا هاي خلص خلصت عليه. لا اسمعوا، ما بقى مقاطعة ماك. من وين جبتي طيب هاي المعلومة؟ تاي نزل عنده انه البطاطا فخلص بطل مقاطعة. بدي اطلع له سبب عشان ما يبين غلطان. جماعة ثواني، يعني احنا العرب مش بناكل الحاجات دي بعد المقاطعة؟ في العيد الشارع وسط البلد محل KFC كان مليان ناس. انا ما بهتم لهدول الام بي سيز للبوتس، البوتس هدول الام بي سيز يعملوا اللي بدهم اياه. انا بشوف ام بي سيز كتير يعني بحياتي وانا بتمشى وقاعدين بهاي المطاعم المقاطعة ولا عم بيجيبوا منها. الام بي سيز البوتس بدنا نحطهم على جنب، احنا قاعدين بنحكي عن الناس اللي عندهم متابعين كتير، عن الناس اللي بيقدروا يأثروا، اللي عنده تأثير كتير كبير مثلا زيه هو. انتوا شايفين كيف عنده كتير فانز، عنده تأثير جدا كبير، عنده كتير متابعين بالإنستغرام، فهذا الشيء ممكن يأثر، وعشان هيك الناس بتطلع بتنتقد هدول الناس اللي عندهم تأثير كتير كبير. أما هدول الـ NPCs البوتس بنخليهم عجلة بيعملوا اللي بدهم إياه. إحنا أرمي، إحنا دي حاجة بيننا وبينه، إحنا هنفهمه غلطه وإحنا هنقوله وإحنا هنوصل له الرسالة دي. أنت يا صور منتي وهي ملكيش دعوة. والناس اللي ما صدقت إنها تعمل عليه حوار لمجرد إن هم سولو ستانز أو لمجرد إن هم أصلاً هو ما كانش بايس أو كده وعايزين يكنسلوه، we don't care. إحنا نتفاهم معه، إحنا نتفاهم معه، إحنا 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 عيلة، كوش دعوة أنتوا. إيه ده؟ لا إله إلا الله. أنا مش مع إنه هو يتكنسل، أنا مش مع إنه هو يخسر كل متابعينه ولازم خلص أرجمك. لا مش هيك، مش لها المرحلة، بس اللي عمله غلط خلص تدافعوا عنه، يعني لما تشوفوا إشي غلط خلص اعترفوا إنه هذا الإشي غلط، احكوا للشخص اللي أنتوا بتحبوه يلي أنت سويته غلط، لا تضلكم تسايروا فيه لحتى ما هو يكبر راسه كتير ويصير يعمل أشياء غلط وما تفرق معه. لازم لما هو يعمل إشي غلط يعرف إنه هو عمل إشي غلط وبس. والله هذا هو الفيديو لليوم، لو عندكم أي فيديو بتحبوا أسوي عليه ردة فعل ابعتولي على الإنستغرام ونشوفكم على خير. في أمان الله.